كريم احمد زميلنا من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نروح لسالة حامد ولقاء مع ابراهيم الجمال. الكلمة اليك سالة. بشكرك جدا يا كابتن هيثم، برحب بيك طبعا تاني وبرحب بكل ضيوفك الكرام وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. معي في هذه اللحظات واحد من نجوم النادي الاهلي، كابتن ابراهيم الجمال لاعب النادي الاهلي. طبعا كابتن ابراهيم الاول ويلكم باك، طبعا يمكن دي اول مباراه لحضرتك بعد الاصابه اللي تعرضت لها الفتره الماضيه وهي كانت التهاب في باطن القدم. الحمد لله، يمكن بقى لي 3 أسابيع غايب عن التمرين، لسه راجع من 3 أيام. الحمد لله النهارده بدأت أشارك شوية كده في المباراة، والحمد لله النهارده يعني مبروك لجماهير النادي الأهلي على المكسب النهارده الحمد لله. يمكن النهارده فوز النادي الاهلي على سموحه فوز مهم طبعا للفريق وللجهاز الفني، يمكن ده بيرجع الثقه للاعيبه النادي الاهلي وللجهاز الفني طبعا. الحمد لله دي المباراه الخامسه على التوالي ان احنا نقدر نكسبها. يمكن النهارده كان المكسب مريح، يمكن في الاول الجيم ما كنا الديفنس ما كانش كويس، بس الحمد لله قدرنا نتدارك في كوارتر من كوارتر الثاني لنهايه الجيم، الديفنس اتحسن، الريباوند اتحسن. يمكن طلعنا في الهاف تايم كان كل الكلام ان الديفنس هو مفتاح المكسب، والحمد لله قدرنا يبقى في فرق سكور مريح بالنسبه للفرقه، والحمد لله قدرنا نطلع بالماتش بار الامان. يعني كابتن ابراهيم، طبعا لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني هيقفلوا صفحه مباراه سموحه وهيركزوا فيما هو قادم من مباراه سبورتنج المباراه القادمه. كلمني بقى عن استعدادات الفريق ان شاء الله للمباراه القادمه امام سبورتنج. وطبعا من بدايه الدور الثاني احنا متعهدين ان احنا عندنا 7 جيمات ان شاء الله باذن الله، مركزين في كل جيم جيم بعد جيم ان احنا نكسب ال7 جيمات دول، يمكن يحسنوا ترتيبنا في الجدول ان شاء الله. كل مباراه مهمه بالنسبه لينا، تدينا ثقه، تدي لجمهورنا ثقه تاني. ان شاء الله باذن الله عندنا مباراتين ان شاء الله نكسبهم ويدونا ثقه ندخل بقى كاس مصر ان شاء الله، المعنويات مرتفعه والفرقه كامله، ونقدر يعني نحقق الفتره الجايه نتائج طيبه ان شاء الله. شكرا جدا يا كابتن ابراهيم، وطبعا مليون مبروك فوز نادي الاهلي النهارده على نادي سموحه. الله يخليكم، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي. الحمد لله. شكرا كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع واحد من نجوم النادي الاهلي طبعا كابتن ابراهيم الجمال بعد عودته من الاصابه، وفي اول مباراه ليه طبعا بعد عودته من الاصابه اللي تعرض لها الفتره الماضيه، والان العوده مره اخرى للاستوديو. الكلمه ليك يا كابتن هيثم.